انواع الفيلان بقى. الفيلان تايبس في انواع كتيره جدا للفيلان. اول نوع خدناه مع بعضنا اللي هو الديفولت فيلان، اللي هو الفيلان اللي رقمها واحد، صح كده؟ اللي ما تعرفش لا تلغيها ولا ولا غير اسمها. ممكن تمسح، بس عشان تمسحهم في مشكله عايز اقول لكم عليها تاخدوا بالكم منها. هو الموضوع بمنتهى البساطه، عشان الغي الفيلان هعمل نو فيلان ورقم الفيلان، بس بقول لك عشان تمسح الفيلان يا عم باسم لازم تفضيها الاول من البورتات اللي فيها. كان الاربعه اللي فيها اصلا التانيين اللي هم الديفولت دول اصلا ما فيهمش بورتات للقديمه، المفروض بتاعتها. لا انا بتكلم على البيلان 10 و20 و30. تمام، لو عايز الغيهم لازم الاول افضيهم من البورتات. يعني انا عايز الغي البيلان، عملت بيلان اسمها بيلان 40 هنا على السويتش بتاعي اهو، جيت على السويتش بتاعي اهو ورحت جاي مكريت فيلان اسمها بيلان 40 اهو، جيت عملت كده اكزيت، قلت له فيلان اسمها ايه 40، النيم بتاعها اكس واي زد، ورحت حاطط جواها شويه بورتات، انترفيس رينج فاص ايثرنت من 0 على 17 لحد 19، سويتش بورت مود اكسس اهو، سويتش بورت اكسس ايه فيلان 40. لو انت جيت دلوقتي يا معلم رحت قلت له نو فيلان 40، يعني شلت الفيلان 40 حلو وعملت شو فيلان بريف، عايزك كده تدور لي على البورتات من 17 لحد 19 هما فين؟ محطوطه فين بس مش متاكدين فين يا عم، هي فين فيلان 40 اساسا من 17 لحد 19؟ مش موجودين. حلو، البورتات دي وضعها ايه يا عم باسم؟ البورتات دي ديسيبلد. يا نهار مش فايت. يبقى لما تيجي تشيل الفيلا ما تبقاش غشيم، الاول تفضيها من البورتات وبعدين تشيلها. لانك لو شلت الفيلا من غير ما تفضيها من البورتات كل البورتات اللي فيها يا معلم ديسيبلد. لو غلطت نرجعها ازاي بقى يا عم رضا؟ نكريت فيلان بنفس الاسم القديم كونفيجر تيرمينال فيلان ايه 40. لو جيت عملت دلوقتي بقى الشو فيلان بريف، فين فيلان ال 40؟ تحت، وثلاث بورتات ظهروا فيه. حلو كده؟ ودي مشكلتها بقى، ان لو حد عمل لك فيلان ولغاها لازم تكون عارف الرقم اللي كان معمول، هتلبس الحيطه الاسم بتاعها. طب في بعض الحالات لو انا مش عارف رقمها هضطر امسح كل الكونفيجريشن اللي على السويتش من اول وجديد، كارثه. صح كده؟ كارثه مهما. طب الحل ايه؟ الحل ان انا افضيها الاول من البورتات. ازاي افضيها من البورتات؟ خش جوه البورتات اللي فيها اهو، انترفيس رينج اهو فاص ايثرنت 0 على 17 لحد 19، واقول له نو سويتش بورت فيلان اكسس فيلان 40. او كنت بدل ما اكتب ده اهو كنت عملت سويتش بورت اكسس فيلان 1، الاثنين شغالين. حلو الكلام. بعد كده يا معلم اعمل ايه بقى؟ شيلها نو فيلان 40. يبقى الاول قبل ما الغي الفيلان لازم افضيها من البورتات اللي فيها يا ولاد الاول، وبعدين ايه؟ وبعدين اشيلها. لو جيت عملت دلوقتي قلت له شو فيلان بريف، هنلاقي 17 و18 و19 رجعوا لكام؟ وفيلان 40 اتشالت. حلو؟ حضرتك اللي رجعتهم صح؟ رجعتهم بالكوماند ده، هما لسه مرجعهم اهو. نو سويتش بورد اكسس فيلان 40، او اكتب سويتش بورد اكسس فيلان 1. صح؟ مش هم هماهم؟ مش انا كنت بكتب سويتش بورت اكسس فيلان 10، سويتش بورت اكسس فيلان 20، سويتش بورت اكسس فيلان 30، هخش جواهم ارجعهم من فيلان واحد تاني او اشيلهم. لا لا ده لا ده لا الكوماند ده نو سويتش بورت اكسس فيلان 40، لا سويتش بورت اكسس فيلان 1، لا ده لا ده
تمام كده خلاص الاثنين شغالين معاك ويجيبوا نفس النتيجه. طب لو عندي انا بقى حصل مشكله البورت بتاعتي ده نسيت ما ينفعش اجيب البورت من غير ما اعرف الرقم بتاعها؟ لا دور عليها ما ينفعش. دور عليها تسيرش على جوجل يمكن ينفع بس انا عارف مثلا بتخزن بس انت شفت الفيلان شفت الرقم شفت رقم الفيلان هي دي مشكله في سيسكو من زمان دي مشكله من زمان في سيسكو خلاص كده يعني مش انا ممكن اعمل لا لا انت ما ينفعش تمسح بقول لك ايه يا مصطفى احنا مش جايين نحل مشاكل قلت لك المشكله وما تعملهاش كده خلاص هي يعني مش موجوده في الماتيريال اساسا بس عشان انت ما تروحش تلبس في الحيطه في شغلك حلو كده دور على حلها على النت سيرش بقى على جوجل خلاص كده ها تمام يلا نكمل طيب اول نوع من انواع الفيلان هو اسمه الديفولت فيلان تاني نوع عندنا حاجة اسمها الداتا فيلان اللي احنا خدناها مع بعض اللي هي الفيلان اللي رقمها 10 و20 و30 صح؟ دول بنسميهم داتا فيلان اللي هو اسم الفيلان نوع الفيلان دي داتا فيلان داتا يبقى في ديفولت فيلان اللي هي الفيلان رقمها 1 وداتا فيلان اللي هي الفيلان 10 و20 و30 انت بتكريثها تمام؟ النوع الثالث عندنا فيلان اسمها النيتف فيلان ايه بقى النيتف فيلان يا معلم قبل ما نخش في موضوع النيتف فيلان ده هو عايزين نحكي حاجه مع بعض كده هو عشان اربط سويتشين ببعض اتفقنا ان بيكون عندنا بورت اسمه ايه ترانك اهو صح كده هنا ترانك وهنا ترانك صح طيب تعال نكرر شويه فيلان على السويتش الثاني 10 و20 و30 ونخلي العشرة دي تتكلم العشرة دي والعشرين دي تتكلم العشرين دي والتلاتين تتكلم التلاتين حلو كده؟ أنا عندي مبنى دورين اتنين فعندي سويتشين وعندي تلات أقسام عندي عايز الناس اللي في القسم الأولاني يكلموا الناس اللي في القسم الأولاني الناس في القسم التاني يكلموا الناس في القسم التاني وهكذا أنا هعمل إيه يا عم باسم؟ سويتش تاني وأكد عليه نفس الفيلان 10 20 30 حلو؟ أهو هاجي أهو عندي أدي غير السويتش الأولاني ده السويتش ده اللي في القسم الأولاني الأرضي جاء عندنا في الشركه بنوا كمان ايه كمان دور او اجروا كمان ايه كمان دور فبقى عندي كمان سويتش عندي اهو لسه لسه ثواني بس كده عليا ثواني انيبل كونفيجر تيرمينال هوست نيم اسمي السويتش ده SW2 SW2 حلو ده السويتش التاني خدنا كوماند هوست نيم ده قبل كده بيغير اسم الراوتر او السويتش VLAN 10 النيم سيلز اكزيت VLAN 20 النيم مارك اكزيت VLAN 30 النيم اي تي اكزيت كريت 3 ايه فيلان انترفيس رين فاست ايثرنت والله في الدور الثاني انا عندي 7 موظفين لا عندي 10 موظفين شغالين في المبيعات يبقى انترفيس من 0 على 1 لحد كام سويتش بورت مود ايه يبقى مش شرط لازم يكون خمس بورتات تبع فيلان 10 في الدور الاولاني ممكن نفس الخمس بورتات في الدور الثاني لا نفس الترتيب ولا نفس العدد مش شرط حلو كده طيب اكزت انترفيس رينج فاست ايثرنت من 0 على 11 لحد كام لحد 13 عندي 3 موظفين بس سويتش بورت مود ايه اكسس سويتش بورت اكسس فيلان 20 اكزت انترفيس رينج فاست ايثرنت من 0 على 14 لحد 15 هم موظف 2 اي تي بس سويتش بورت مود ايه اكسس سويتش بورت اكسس كام فيلان 30 حلو مش عايز بقى الكوماندات تاني لو جيت عملت شو فيلان بريف نفس اللي فات هتلاقي ايه ده سيلز فاضيه ليه انت ما عملتش
طب تمام نحط فيه. بس انت عندك الماركتنج في 11 و 12 و 13 الاي تي فيها كام؟ 14 و 15 كونفيجر تيرمينال انترفيس رينج فاست ايثرنت ينزلوا على واحد لحد كام؟ سويتش بورت مود ايه؟ سويتش بورت اكسس ايه؟ فيلان 10. تعال نعمل كده شو فيلان بريف. اه كده انظبطت صح كده من 1 لحد 13 من 1 لحد 10 تبع الفيلان 10 من 11 لحد 13 تبع ال 20 من 14 لحد 15 تبع مين؟ تبع ال 30 صح الكلام يا شباب؟ تمام؟ طيب جه الناس اللي عندنا في الدور الثاني راحوا رامين الاجهزه بتاعتكم اهي. قال لك ادي جهاز تبع المبيعات وجهاز تبع التسويق وجهاز تبع الاي تي اهو تمام. عشان الزرار التاني معاك اضغط كنترول بس وانت بتلك في الاول تمام كده اهو الكابل بيفضل معاك على طول مش كليكه واحده يبقى بدات اهو على الكابل وكنترول اهو خلاص الكابل بقى معايا دلوقتي تمام اهو بالظبط كده اهو ادي ال10 ده برضو تبع ال10 بنزور على واحد لحد ال10 تبع ال10 حلو. طيب ده تبع ال20 يبقى بدايته من كام؟ من 13. ده تبع ال40 يبقى بدايته من كام؟ لا اسف ده من 11. ده تبع ال20 يبقى بدايته من 11 11. ده تبع ال30 يا شباب يبقى من كام؟ من 13 اهو. مين كام بقى؟ بس طيب انا غلطان اهو. حلو كده صحيح الناس صحيح حلو ماشي ماشي فاست فورورد والدنيا شغاله زي الفل. هنحط ايباد بقى مباس صح استنى ابعت باك ازاي بالهوا لازم كابل بس الاول احط ايباد للاجهزه الاثنين دول تبع المبيعات صح مع الاثنين دول واحنا قايلين الشبكه بتاع المبيعات كانت كام؟ كانت كام؟ الشبكه بتاع المبيعات كانت 192 ايوه اهو 168 1 0 كان في جهازين هنا كان في 1 2 و 1 3 طب في جهازين هنا يبقى 1 4 و 1 5 من نفس الشبكه يابا مش من نفس الشبكه بس الدور فوق صح كده؟ طيب التسويق كان كام؟ اهو 2 0 كان في هنا جهازين تبع التسويق واحد فيهم خد 2 2 2 3 الجهاز ده ياخد كام؟ 2 4 صح كده؟ طب الشبكه بتاع الاي تي كانت كام؟ 3 0 كان الجهازين هنا واحد خد 3 2 واحد خد 3 3 يبقى الجهاز هنا اللي تبع الاي تي ياخد كام؟ حلو في مشكلة كده؟ تعال ادوا الايباد وبعدين ربنا يحلقها في الكابل اللي انت عايز توصله. ماشي؟ اهو تعال ناخد نحط الايباد. هاجي على الجهاز ده، ده تبع المبيعات. هديله اي بي 192 168 كام؟ 1.3 ماشي؟ اهو كوبي الراجل ده نديله 1.4 اهو. طيب زي الفل صح صح شغال شغال اهو يبقى هنا 5 والتاني 4 ماشي 1 4 1 5 ماشي شغال. طب وده 2 كام؟ اهو 2 4 صح كده يا ولد معايا اهو و ده 3 4 ماشي كلام جميل جدا يعني 3 4 عايزين نوصل كابل نوصل السويتشات بتتوصل مع بعضها بكابل كروس. هذا كابل الكروس اهو المقطع ده المقطع يا عم الازرق ده الكونسول الازرق ده كو اكسيال اللي هو الشكل بتاع الدش اهو المقطع ده. طيب هوصله في انهي بورت يا معلم؟ في اي بورت مش تابع لاي فيلان خلاص 024 مع 024 ده مش تابع حد شغل كده. تعالى بقى يا معلم ده يكلم ده هيكلموا بعض حد يقول لي ليه مش هيكلموا بعض؟ عشان ما حددناش لا والله ده فيلان 10 وده فيلان 10 ايوه ايوه قول يلا ها اوتو دايناميك ايوه نوع الاتصال ايوه بتاعتها دي اوتو ودي او
كود فالاثنين ما ينفعش يكلموا بعض عشان دي عاوزها تبقى هو عارف على فكره هو عارف بس مش عارف مش عارف يعبر هو عارف بس مش عارف يعبر على الفكره هو ده دايناميك اوتو وده دايناميك اوتو تمام كده فالاثنين في الجدول هيقلبوا اكسس وانا قايل لك امبارح لازم اللي ما بين السويتشات يكون الكابل ترانك صح يا محمد انت ما ذكرتش يا محمد لسه تمام يبقى هنا دايناميك اوتو ودايناميك اوتو هتتعلق في الامتحان خليك كده ماشي لا ما ذاكرتش بس انت خليك كده خليك بس اللي فات 100 خليك كده دايناميك اوتو ودايناميك اوتو دايناميك اوتو مع دايناميك اوتو يقلبوا الاثنين ايه يقلبوا اكسس صح يقلبوا اكسس طيب الكلام اللي انت بتقوله ده جميل جدا جميل جدا بس انا بحب بقى الحاجات الهندسيه دي طب لو انا حطيت جهاز هنا وجهاز هنا بس الجهازين دول حطيتهم تبع الفلان واحد الفلان واحد بدايتها من كام من 17 تقريبا او خليه على 22 و22 يعني الجهازين دول جوه الفلان واحد حلو يا معلم بص ايه اللي هيحصل يا عم باسم لوحدهم خالص دول تبع الجهاز هو كده كده مشكله البكتيريا صار في كده للأسف نعمل لازم نعمل كده انا عايز اعمل من غير طيب يبقى عشان اخزن اعمل كوبي مسافه من الرانينج كونفيج مسافه شباب الستارت اب كونفيج لا انا ممكن كمان اخد منها نسخه كوبي من الرانينج كونفيج للتي اف تي بي سيرفر يقول لي قول لي يا عم الادرس بتاعه الاي بي بتاعه كام اهو 1 10 ده رقم مين التي اف تي بي طب اسم الفايل هيبقى عليه ايه هيجي يحاول يكتب دلوقتي يقول لك مش لاقي الجهاز ده لو انت عايز تنسخ فين على تي اف تي بي سيرفر ثاني يعني مش احنا قلنا ممكن نخزن الحاجات على ان في رام او ممكن نخزنها على تي اف تي بي سيرفر اللي هو بيتخزن عليه الملفات بتاع الشبكه لان الجهاز مش موجود بالظبط او موجوده بس انا عايز اخد كوبي منها كوبي من الرانينج مسافه تي اف تي بي يقول لك حط الاي بي بتاع التي اف تي بي تديله الاي بي بتاعه يقول لك اسم الملف على التي اف تي بي هيبقى ايه تديله اسم الملف هنا تمام بس هو بيعمل كده هيجي شويه يقول لك مش لاقيه اهو هو مش لاقيه يا عم هو مش حد مش عندنا تي اف تي بي سيرفر اسمه 1 10 فايه ما اعمل كوبي من الرننج للستارت اب الايه ما اعمل كوماند رايت هو نفس الكلام يبقى لا اما كلمه رايت لا اما كوبي من الرننج لايه للستارت اب اهو اجي على اليمة التانية واقول له رايت اهو بس رايت دي يا معلم ما بتحذفش بقى على تي اف تي بي على طول بتحذف على فين على الان في رام رايت دي ملهاش تي اف تي بي رايت دي اللي بتنسخها بتاخد نسخه منها ترميها على الان في رام على طول بدل كوبي يعني يبقى لا اما تكتب كوماند اسمه كوبي من الرننج مسافه للستارت اب لا اما تكتب ايه رايت دبليو ار وانتر لحد كده في مشكله ها لا اما دبليو ار رايت لا اما كوبي مسافه من الرننج الايه للستارت اب ماشي اخزنها بس ايه عندي كده واشغلها تاني البرنامج هيس عايز اتاكد ان الكونفيجريشن موجوده القديمه enable show running config هيجي يقول لك والله انت دخلت على السويتش ده ايه ده مخزنش ولا ايه لا لا تعال شو ما هو شو running config هذا فلان 10 وده فلان 20 لا موجود يا جماعه موجود موجود بص اعمل بس شو running config كده مسطرة شو VLAN بريف اهو الكاريتين اهم بس اكمنهم موجودين في الفلاشة مش باينين معاك في الشو رانينج طيب
انا عندي دلوقتي جهاز تاني هنا كده اهو. يا رب بقى يكون بس التهيسة بتاعته دي راحت اهو. وجيت وصلت ده بدا اهو طب نسجل بقى وبيسجل. بس يا سيدي الفيلان واحد هديلها اي بي 10 فده هديله 192 168 10 2 وده هديله اي بي 10 3 اهو. حلو يا معلم. لو جيت خليت الكلمتين دول يكلموا بعضهم هيكلموا بعض اهو. سكسسفول اهو. بص كده سيميليشن يعني واحد هنا اتكلم واحد هنا. يا عم انت اتحرك بقى. طب العشرة تيجي تكلم العشرة يقول لك اسف ما ينفعش. طب مش معنى يا شباب. لا ما هو فيلان واحد بيتكلم فيلان واحد. انا عايز العشرة برضو تكلم عشرة. عايز اخوك اخوي يكلم اخوي لما التاني. مش معنى واحد بيتكلم واحد. شغل بقى. لا يا معلم اصل القصه. لا 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 اصل القصه ايه؟ القصه ايه؟ بص القصه ايه بقى من الاول كده. افهم بقى نتورك بقى. القصه ايه؟ القصه لو انت عندك سويتش وسويتش وعندك هنا فيلان واحد وفيلان واحد وفيلان 10 وفيلان 20 وفيلان 30 وهنا فيلان 10 وفيلان 20 وفيلان 30 ها يلا خد بقى خبرة السنين بقى. بص يا سيدي انت عشان تخلي الفيلان دي تكلم بعضها المفروض يا عم باسم المفروض ان انا اخد كابل من الفيلان واحد اوصله للفيلان واحد كده الفيلان واحد تكلم بعضيها. الفيلان 20 اوصله للفيلان 20 فيلان 20 توصله للفيلان 20 وال10 اوصلها بال10 وال30 اوصلها بال30. يا نهار ابيض المفروض والله اعمل كده. ولو عملت كده تشتغل معاك. يعني تفضلوا بورت تفضلوا بورت من سويتشات. طب صار انا عندي بقى 20 فيلان على السويتش يبقى في 20 كابل طالع ما بين السويتشات. مش هينفع من غير الترانك من غير ما يخترعوا الترانك كان الحل كده. وكانت الكابلات دي نوعها ايه؟ اكسس يا معلم. يعني من قبل ما اخترعوا الترانك عشان الفيلان 10 اتكلم الفيلان 10 يبقى اخد بورت من الفيلان 10 هنا مع بورت من الفيلان 10 هنا واوصلهم بالكابل قبل ما يخترعوا الترانك. يا عم مصطفى الترانك ده جاي اصلا من السنترالات. فاكر زمان لما كنت تيجي تتصل بمحافظه ثانيه يقول لك جالي ترانك لان كان كل هنا السنترال شايل 20 خط 20000 خط وسنترال هنا شايل 20000 خط وبينهم بتعمل 500 خط مثلا بيطلع عليهم المكالمات. الترانك بقى جه قال لك لا ده هو كابل واحد هيشيل الترافيك بتاع ده كله بس كابل مش تبع حد كابل لوحده. طب مش معنى فيلان واحد كلمه فيلان واحد اصلا انا لما جيت اخد البورت خدته من الفيلان واحد هنا مع البورت بتاع الفيلان واحد هنا وصلتهم ببعض فكل الاجهزه اللي موجوده في فيلان واحد هنا هتكلم مين؟ فيلان واحد هنا. فهمتوا ايه اللي حصل المره اللي فاتت؟ انا لما جيت اخد البورت يا شباب هنا وصلت ده بكام؟ 0 على 22 وده 0 على 22 و24 اساسا مع 22 في نفس الفيلان اللي هو الفيلان واحد. وعشان كده الجهاز ده كلم الجهاز ده. عشان كده كمان السويتشات اللي احنا بنجيبها ما عندهاش كونفجريشن فتبقى الله يكرمك بيكون لها بكلم بعضها. انما يا معلم لو قسمتها الفيلانات وسبت الترانك على الديفولت بتاعه اكسس مفيش غير الفيلان واحد هي اللي هيكلم مين؟ الفيلان واحد. طب الحل يا عم مصطفى دلوقتي نقلب ترانك. عرفت بقى ان سيسكو كانت عامله داهيه؟
هتعمل مصيبة لو انت ما انتش فاهم فيلان هتلبس. يبقى انت لو ماشي على الوضع الطبيعي بتاعك ولا فيلان واحد، هي اللي هتكلم فيلان واحد، اما 10 و20 و30 مش هيكلموا بعض. ازاي يكلموا بعض؟ ايه اللي بالبورت ما بين الاثنين سويتش خلوهم ايه؟ ترامب. تمام، تعال نيجي على البورت 024 اللي هو ما بيننا ده، اهو شايفه؟ هخليه ترانك دلوقتي. ماشي اهو، كونفيجر تيرمينال انترفيس فاست 0 على 24، سويتش بورت مود ايه؟ ترانك. الثاني الواحده اللي بترانك، بس انا افضل ان انت تروح تخليه ايه؟ ترانك بايدك. ما احنا قلت بقى في الشغل ايه؟ خليه ستاتيك ترانك، ما انتش خسران حاجه يا عم مصطفى. اهو كونفيجر تيرمينال انترفيس فاست 0 على 24، سويتش بورت مود ايه؟ ترانك. حلو الكلام كده. طب تعال نجرب بقى، تعال نجرب. ادى البلان 10 بس الاول ترانك يقوم بس كده. ادى البلان 10 عايز اتكلم بلان 10، وماله وماله اهو. الراجل اللي في الدور الاولاني بيتكلم زميله في الدور الثاني، ايه المشكله يعني؟ طيب فيلان 20 تكلم فيلان 20، ومش دافع 20. تعال نشوف كده اخد اي بي كام، انت كنت غرس الاي بي بتاعه. اه شفت بقى 2 صح، كنا بنتشيك وغرس الاي بي بتاعه اهو. تعالى بقى دلوقتي ده يكلم ده. ايه يا عم مصطفى، ما انت عمال تكتب كوماندات على السيميوليشن، لازم تكون على الايه؟ على الريال تايم اهو. صح يا عم محمد، لازم تقلب الاول ريال تايم اهو. 2 3 حد واخده قبل كده؟ خلاص 2 4 2 10 اي حاجه في التين يا عم اهو. ده تقريبا 2 4 واللي هناك 2 5 باين، ولا ما اعرفش، ما اعرفش والله. تعالى بس كده نشوف جاب اهو. او كنا ادينا 2 2 فعلا، كان المفروض 2 2. اه شايف يا عم باسم؟ طب حاول بقى تستعبط، عايز واحد من شبكه واحد يكلم واحد من شبكه 2. اه واحد ده يكلم ده، كان فيه وخلص يا عم، ما ينفعش. يعني انت مش هتتكلم اللي جنبك على السويتش ورايح تكلم اللي هناك في الشبكه الثانيه؟ اه معايا في الشبكه اهو اهو اهو. اول واحده تبقى قرب، تبقى بتكسر كل الناس اللي معايا في الفيلان، وبعد كده شغال اهي. صح يا معلم اهي. يبقى الترانك بيشيل الترافيك بتاع كل الفيلان، هو الترانك ده وظيفته. الترانك يا جماعه يعمل ايه؟ بيشيل الترافيك بتاع كل الفيلان. الفيلان 10 يوديها للفيلان 10، الفيلان 20 يوديها للفيلان 20، 30 يوديها لل 30. بس البورت ده هيبقى انت عارف، لو سالتك بعد كده لو جينا خدنا موضوع وقلت لي الترانك بيخلي ال 10 تكلم ال 20 هبحك. ال 10 بيخليك تكلم ال 10 اللي زيك بس موجوده في دور تاني او على سويتش تاني. انما يا معلم ما يخليكش واحد من المبيعات يكلم واحد من التسويق، لا. يبقى الترانك بيعمل ايه تاني؟ بيخليك تكلم واحد زيك بس على سويتش تاني. لا مين قال لك ان الترانك على البي ان 1؟ انا قلت كده؟ لا بس انت عملته على البي ان 1. لا لا اول يا معلم بقى، ده سؤال مهم جدا. اول ما انت قلبته للترانك طلع بره الفيلان خالص. بص كده، اول ما عملت البورت للترانك شو فيلان بريف، دور على 0 على 24، شوف تبع مين بقى. ترانك مش تبع حد يا ولاد، ترانك مش تبع حد يا محمد. اول ما تقول البورت بقى ترانك انشال من الفيلان واحد خالص. هو كان في الفيلان واحد قبل ما اكتب عليه الكوماند. طب لو انا حاطه مثلا الفيلان 10 حطيته ازاي يا ابني وترانك انشال من الفيلان 10 ولقيته تاني ركعته اكسس، ارجع للفيلان 10 ورجع للفيلان 1. الفيلان 1 تاني وارجع احطه تاني. اه لو انت عايز تعملها مره واحده كنت تقول له سويتش بورت اكسس فيلان 10 من الاول. ها عم باسم، الترانك دلوقتي مش تبع حد. الترانك عامل زي الرسمه دي بالظبط كده لوحده اهو.
في عندنا بورت ترانك اهو لوحده رقمه كام؟ 0 على 24. والله لما الفلان واحد تكون عايز اتكلم الفلان واحد تنزل على مين؟ يعدلها الترافيك بتاعها يوديها الفلان واحد هنا. اه عشان تتنقل من السويتش التاني بتمشي منين؟ مع ترانك. صح الكلام اهو. ده قبل ما الاول كان كل واحد كل فلان يتوصل واحد بالظبط. اه كان زمان كل بيلان عشان تخليها تكلم بلان تانية تطلع لها كابل السويتش التاني. دلوقتي عشان كابل واحد يشيلنا كلنا تمام. بيوصل السويتش بسويتش بكتر من كابل تمام. كلهم ترانك وكمان بقى شويه شويه كده لما نكبر بقى في السويتش. بس ساعدوني بس عشان ناخد مواعيد ناخد فيها الكورس. لا ده انا ممكن اخليها اكتر من ترانك اخليهم ترانك واحد هجمعهم لك عشان البندوس يبقى اعلى وكلام من ده. يعني مثلا 3 4 كابلات ما بين السويتشات شغاله كانهم كابل واحد بس كده. اه شغلهم لك كانهم كابل واحد تمام كده. بس نوعهم ايه؟ ترانك اللي ما بين السويتشات ترانك تمام. يا عم رضا اللي ايه الساندوتش فيه لا انت كده لا لا بجد والله لا والله انا بس ضربت الشارع وانا جاي كملت نص انا ونزلت تاني. لا هذا الفيلان ايه؟ واحد. الفيلان 10. الفيلان 20. الفيلان 30. وهنا الفيلان 1. الفيلان 10. الفيلان 20. الفيلان 30. لما دول يحتاجوا يكلموا بعض هو كابل واحد اللي ما بين السويتشات نوعه ايه؟ ترانك. طب انا عشان اشوف فين الكابل الترانك انا واحد فيهم شغال ترانك الكوماند اسمه ايه؟ الكوماند اللي بيجيب لي الترانك اسمه ايه؟ اسمه شو انترفيس ترانك. اهو عايز اشوف انهي كابل شغال ترانك فيهم فاجي اهو على السويتش عندي واقول له شو انترفيسز ترانك. قال لك والله اللي شغال ترانك عندي هو رقمه كام؟ 24. شغال ببروتوكول اسمه 802.1 كيو. وفي عندنا حاجه اسمها النيتف فيلان واحد. ايه عم الكلام المجعلص ده؟ وبيشيل الترافيك بتاع الفيلان واحد و10 و20 و30. يعني لو حد من دول عايز يكلم زميله اليمه الثانيه الترانك يشيله. تمام؟ تيجي بقى نشرح؟ تعال نشرح بقى اللي كل الكلام ده. ايه يا عم الكلام اللي انت بتقوله ده؟ تعال ناخد كده لوحدها ونقول نشرح حاجه اسمها الترانكينج بروتوكول. سيبك بقى من كل الهقص اللي احنا خدناه. اه ملوش لازمه. ناخد بقى ملوش لازمه بقى. ترانكينج بروتوكول بقى. الترانكينج بروتوكول يا شباب ترانكينج بروتوكول اللي هو البورت لما بتعمله سويتش بورت مود ترانك ما بين السويتشات ايه اللي بيحصل؟ في عندنا اتنين سوفت وير بيشتغلوا ترانكينج بروتوكول. واحد اسمه اي اس ال وده اللي كانت عاملاه سيسكو. اختصار كلمة انتر سويتشنج لينك. وده خلاص بقى اوبسليت. اوبسليت يعني يا جماعة خلاص انتهى. حتى سيسكو ما عادش بيسبورته تمام. لانه كان بيضيف على كل فريم معدي ما بين السويتشات 20 بايت اوف. طيب النوع الثاني اللي عملته المنظمة بتاعت الاستاندر اللي هي الاي تريبل اي. دي المنظمة اللي بتحط المواصفات القياسية وده اللي شغال على كل السويتشات سيسكو ونان سيسكو. البروتوكول ده اسمه ايه؟ اسمه 802.1 كيو. هو البروتوكول اسمه كده. ده ستاندر. يعني لو وصلت سويتش سيسكو باتش بي شغال. سيسكو بهواوي شغال. سيسكو باي حاجة تانية شغال. انما الاي اس ال ده ما كانش بيشتغل غير ما بين سويتشات سيسكو بس. تمام كده. السويتش الاي تريبل اي 802.1 كيو ده بيضيف لك على كل سويتش على كل فريم معدي 4 بايت.
بيسموهم تاج. ايه بقى القصه وازاي البلان 10 بتعرف ان هي رايحه البلان 10 ياما الثانيه، والبلان 20 بتعرف ان هي رايحه البلان 20 ياما الثانيه، والبلان 30 بتعرف ان هي رايحه البلان 30 المره الثانيه. تعال بقى نشوف القصه. الاي تريبل اي 802.1 كيو ده يا شباب بيعمل عمليتين، عمليه اسمها تاج وعمليه اسمها انتاج. عارفين التاج الاول اللي هو ايه؟ التاج نيم. لا يا عم، التاج نيم اللي بينحط قدامك كده عليه اسمك، او التاج نيم اللي انت بتلبسه كده عليه اللي انت شغال فين وما اعرفش ايه، التيكت اللي بتشيله ده صح كده، الاي دي بتاعك هو ده التاج. تمام. مش الفريم بتاعنا يا جماعه اهو بيبقى له هيدر، بيقوم هو مزود على الهيدر ده 4 بايت، فالسويتش اهو لما يجي الفريم يطلع من الفيلان اللي رقمها كام؟ 10. طالع منين؟ من البورت اللي نوعه ايه؟ ترانك اللي هو 0 على 24 مثلا. اول ما تعمله ترانك يقوم 802.1 كيو قاعد عليه. ها؟ قاعد على البورت ده. حلو الكلام؟ اول ما الفريم يجي يطلع من الفيلان 10 يطلع من هنا اهو، يطلع من هنا من الفيلان 10 يطلع من البورت 024 يقوم الترانك بروتوكول كاتب في ايه؟ 10. في قلب الفيلد اللي اسمه ايه؟ تاج. يقوم الفريم بيجري على الترانك اهو، رايح للترانك الثاني اللي قدام شغال عليه مين؟ 802.1 كيو مستنيه. اول ما الفريم يوصله يبص، هو انت جاي منين يا عم؟ جاي من 10، هنزلك للبورتات ال 10 بس. تمام. 802.1 كيو. بس قبل ما انزلك للاجهزه اشيل التاج اللي زميلي حاطه، يعمل عمليه اسمها انتاج. يبقى واحد ترانك بيعمل ايه؟ تاج، بيحط رقم الفيلان، والتاني بيشيل الايه؟ التاج. كل الفريمات اللي ماشيه على الترانك كلها محطوط عليها رقم الفيلان، كلها معموله ايه يا شباب؟ تاج اهو. اول ترانك لينك ترافيك، كل الفريمات اللي ماشيه، كل الترافيك اللي ماشي ار تاجد، بيبقى معمول له التاجد بتاعه. مكتوب فيه ايه يا عم؟ مكتوب فيه رقم الفيلان، الفيلان اي دي، ان كان طالع من 10 ولا ال 20 ولا ال 30، كله كله ما عدا اكسبت. ما عدا مين بقى يا معلم؟ اكسبت. ما عدا مين؟ ما عدا الترافيك اللي طالع من النيتف فيلان. اتلخبطناش بقى والنبي، اتلخبطناش. يبقى اي ترانك يا عم، اي ترافيك ماشي على الترانك محطوط عليه التاج. تمام. طب لو لقيت ترافيك ماشي على الترانك من غير تاج يبقى طالع منين؟ من حاجه اسمها نيتف فيلان. تمام. ولا التاج هو اللي بيحطه البروتوكول بتاع الناس؟ البروتوكول اللي بيحطه، البروتوكول اللي بيحطه صح، هو اللي بيحطه. بيسمي اي اسم لا على حسب الفيلان اللي طالع منه. طالع من فيلان 10 ولا 20؟ مثلا فيلان 10 رقم فيلان، بيروح هناك بقى بيشيل التاج. ليه بقى بيشيل التاج؟ لان الاجهزه ما بتفهمش التاج، اجهزه الكمبيوتر. هو بيخش برضك على نفس البروتوكول، على الترانك. ما بيخش على الترانك، بيشيل التاج بقى. ايوه. بص بصوا كده يا باسم، بص انا عندي اهو، ده السويتش الاولاني اهو، دي مثال بس كده، فيلان 10 وفيلان 20، وهنا فيلان 10 وفيلان ايه؟ 20. وفي هنا كده تحت ترانك شغال عليه مين؟ 802.1 كيو، 802.1 كيو، وده اللينك اللي ما بينهم اهو. حلو الكلام؟ طيب الترافيك طالع من الفيلان 10 ده، حلو كده؟ عايز يتعدي من هنا، يقوم الترانك ده عامل له ايه؟ حاطط رقمه جواه 10. الفريم وصل هنا بس المفروض بقى يروح للجهاز صح؟ طب بس الجهاز ما ينفعش يقرا التاج لانه ما بيفهمش حاجه اسمها تاج. قبل ما يخش، اول ما يخش على السويتش يقوم الدهش عامل ايه؟ انتاج، شايل التاج بتاعه. بس هو عارف هو تبع مين دلوقتي؟ مطلعه لمين؟ ال10. ال10 بس. حلو كده؟ يبقى كل الترافيك اللي ماشي هنا يا جماعه معمول له ايه؟ محطوط فيه تاج. لا لا، اول ما اكتب سويتش بورت مود ترانك هو كده انحط. يعني اول ما اخش على البورت اللي هيشتغل ترانك واقول له سويتش بورت مود ترانك
كده خلاص السوفتوير اتحل. السويتش بورت مو ترانك صح كده؟ لما اجي احول البورت لترانك هو خلاص كده اشتغل، هو كده اشتغل اوتوماتيك. حلو الكلام. قال لك كل الترافيك اللي ماشي على اللينك ده هو معمول له ايه؟ تاجد، ما عدا اللي جاي من حاجة اسمها النيتيف فيلان. ايه بقى النيتيف فيلان دي؟ يبقى لما يجي لي في الامتحان انتاجد ترافيك جاي من نيتيف، يبقى لما يجي لي في الامتحان لو جيت لقيت ترافيك انتاجد يبقى جاي منين يا معلم؟ جاي من نيتيف. ايه بقى النيتيف فيلان؟ في عندنا فيلان اسمها النيتيف موجودة على السويتش. السويتش بيستخدمها في ايه؟ السويتشات على فكرة يا جماعة بتتكلم مع بعضيها، ترافيك خاص بالسويتشات مش خاص بينا. يعني انت جيت كده تنقفشهم كده وما بيتكلموا مع بعض. هبص كده، انا ما بعتش ترافيك ولا اي حاجة. بص كده السويتشات ابن اللذينة. امسك يا عم، امسك يا عم. ايه يا عم ده؟ ايه يا عم الترافيك ده؟ ده كل ثانيتين ايه ده يا عم؟ ايه ده؟ ايه يا عم الترافيك ده بتاع ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ السويتشات السويتشات مع بعضها كده بتتكلم مع بعضها ترافيك اهو، اسمه بيبي ديو سبانينج تري بيبي ديو. يعني في كنترول ترافيك من الاخر ماشي ما بين السويتشات. طب الكنترول ترافيك ده هينبعت من السويتش ده للسويتش ده تبع انهي فيلان؟ تبع النيتف. يبقى في حاجه اسمها النيتف فيلان، فيلان خاصه كده السويتشات بتستخدمها ما بينها وبين بعضها عشان تبدل ما بينها وبين بعضها ايه؟ الكنترول ترافيك، الترافيك اللي هو مش بتاع اليوزر. حلو. سيستم خاص بقى كده. اصل السويتشات كل ثانيتين هناخد كمان كمان ثانيه كمان كم محاضره كده هناخد ان السويتشات بتبعت لبعضها حاجه اسمها بيبي ديو كل ثانيتين، اللي هي الرساله اللي قدامكم دي. كل سويتش يقول للرقم والتاني ونوعه ايه. في رسائل ثانيه شكل السي دي بي بيلغوا بعض ان السويتش موجود يعني. تمام. حلو حلو كده. الترافيك اللي ماشي ده تبع انهي فيلان؟ تبع النيتف. طب هي النيتف ايه بقى؟ الفيلان رقمها كام؟ عندنا باي ديفولت النيتف فيلان اللي هم يبدلوا عن طريق الباكتات دي اللي هي الفيلان اللي رقمها 1. يبقى الفيلان رقم 1 قايمه بكام دور؟ النيتف فيلان والديفولت فيلان صح كده؟ طب الناس بتوع السكيورتي بقى يجي يقول لك ايه؟ لا يا معلم انا عايزك تغير لي النيتف دي تعمل فيلان لوحدها كده اسمها مثلا 99 وتقول له دي النيتف بتاعتك. طب هتغيرها ليه؟ عشان السكيورتي، عشان الهاكر حاطط في دماغه ان النيتف فيلان اللي رقمها كام؟ واحد. بدلوا راندوم ليه يا عم؟ بدلوا اي حاجه ليه كده راندوم كده. حلو. تاني بقى، حد يعرف لي النيتف فيلان؟ النيتف فيلان يا جماعه هي الفيلان اللي السويتشات بتنقل ما بينها وبين بعضها الكنترول ترافيك. النيتف فيلان الباكيتات اللي طالعه من النيتف فيلان اللي هي الكنترول ترافيك دي بتبقى انتاجد، مش محطوط رقم الفريم جواه صح الكلام. وهي باي ديفولت شغاله على الفيلان رقمها كام؟ 1. يبقى فيلان 1 هي ديفولت فيلان والنيتف فيلان. طب انا دلوقتي عايز اغيرها اخليها فيلان 99 عشان السكيورتي، اعملها ازاي بقى؟ بص يا سيدي، لو انت جيت عملت دلوقتي شو هو بتاع مسجل شو انترفيس ترانك، هتلاقي النيتف فيلان رقمها كام؟ والبروتوكول اللي شغال عندك على الترانك اسمه ايه؟ فهمت اهو معلومات اهو صح؟ فهمت معلومات كانت غايبه عنك اهو. طب عايز اغير النيتف فيلان بقى يا معلم 399. ماشي، اعمل كونفيجر تيرمينال كاريت اي فيلان باي رقم انت عايزه، فيلان 99 النيم ميدو اي اسم. حلو تمام. تمام. واروح اليمه الثانيه على السويتش ده، ما هو لازم يكونوا زي بعض، النيتف للاسف لازم تكون على كل السويتشات زي بعضها. اهو انيبل كونفيجر تيرمينال ها فيلان 99 نيم ميدو. يا عم اي حاجه يا عم. عايزين بقى نقول للترانك ان ده النيتف صح. نيجي على بورت الترانك، ومين بورت الترانك عندك؟ 0 على 24. فنيجي كده اهو اكزيت انترفيس فاست 0 على 24
مش ده ترانك يا عم باسم؟ السويتش بورد ترانك نيتف VLAN 99. هتلاقي السويتش اللي اما التاني بيصوت ليه؟ اصوه لسه النيتف عنده واحد، لازم يكونوا زي بعض. تمام اهو، اروح اعملها هناك لما التاني اهو، شايف يا عم بيصوت اهو، بيصوت inconsistent مش زي بعض، شايف؟ لان لسه ده ما عليه واحد. تمام اهو، هاجي اكزت واقول له انترفيس فاص 0 على 24 وادي له الكوماند هو هو اهو. في حد بينسخ الكوماند كده؟ ايه يا مصطفى؟ ايه يا مصطفى؟ ايه يا مصطفى؟ هو انا سايبك يعني تكتب ال، شفت يا عم محمد بقى وحش جدا. هو حلو بقى له كتير قوي اهو. سويتش بورد ترانك نيتف VLAN 99. حلو يا معلم، عرفنا ازاي نغير النيتف VLAN من 1 99. تيجي ناخد الكوماندات كوبي، تعال ناخدها كوبي والنبي ونحطها في النوت باد عشان الناس اللي بتحب تشوف الكوماندات ورا بعضيها اهو. كوبي اهو ده كده، نحطه في النوت باد. عايزين نذاكر بقى يا جماعه، عايزين نذاكر، لعبنا كتير قوي اهو. هو رضا اللي هيضيعكم. الله اكبر، الكمبيوتر كان بيدور اهو، مكان ده ولا دي؟ اهو ده اللي انا بقول لك النيم، اسم النيم، وبعدين انترفيس 0 على 24، سويتش بورت ترانك نيتف كام؟ VLAN 99. الحته الاخرانيه دي هو مش لسه الترانك بيبقى عارف النيتف VLAN على واحد، عايز اقول له لا انا غيرتها من 1 99 بس. لما ابو جمل نسب غلط، حلو كده، بس اعملها على الناحيتين. طب الترانك مصمم، الترانك مصمم ان هو ينقل الترافيك بتاع كل الناس 10 و20 و30 و40، اي حد عايز يكلم اي حد ينقله اليمة التانية. يعني 10 عايز يكلم 10 يوديله، 20 عايز يكلم 20 يوديله، 30 عايز يكلم 30 يوديله. طب انا بقى بمزاجي عايز اخلي الترانك ده ما يشيلش ترافيك غير بتاع ال 10 وال 20 بس، عايز اعمل كده يا اخي. هو باي ديفولت واقفل على التانيين، انا مزاجي كده صح كده؟ ها انا عايز الدور الاولاني عليه 4 VLAN، الدور الثاني عليه 4 VLAN، بس انا عايز الترانك بس الاول، الفيلان واحد واثنين هما يكلموا واحد واثنين فوق، بقيه الفيلانات ما يكلموش بعض. ممكن اعمل لهم ترانك تاني، اعمل لهم بالانس، اي بقى كان بقى القصه عندك عايز تعملها ازاي. اهم حاجه دلوقتي انا عايز اتحكم في رقم الترافيك اللي هيعدي على الترانك تاني. ها ايه ايه وصلت كده؟ ايه ايه انا اتكلمت انا. طيب ما انت بتيجي عليا من جنبك يعني. تاني بقى عايزين نعمل ايه؟ عايزين نعمل كده اهو، نرسمها على الرسمه بتاعتنا. انا عندي يا شباب سويتش في الدور الاولاني وسويتش في الدور الثاني، عندي هنا المبيعات اللي هي رقمها 10، وعندي هنا التسويق اللي هو رقمه 20، وعندي هنا المبيعات اللي رقمها 10، وعندي هنا التسويق اللي هو رقمه 20، وعندي هنا الاي تي اللي هو رقمه 30. تمام، والاي تي هنا رقمه 30، وعندي فيه كمان ايا كان بقى فيلان اسمها 40، ده بتاع الاداره مانجمنت، وعندي فيلان 40 اللي هي بتاعه الاداره مانجمنت. فجم قالوا لي والله احنا بس عايزين الاي تي يكلم الاي تي والمانجمنت يكلم المانجمنت، المبيعات والتسويق ما يكلموش بعضهم. فانا عايز الترانك اللي انا اعمله، هعمل هنا ترانك اهو ما بين الاثنين، بس خد بالك مش هيعدي بس غير الفيلان 30 و40، ما يشيلش الباقي. حلو كده؟ 30 و40 وواحد يا اخي عشان النيتف، او 99 عشان النيتف بس. اعملها ازاي يا معلم؟ حلو، نخش على الترانك ونكتب الكوماند ده اهو، نيجي على الترانك كده ونقول exit interface fast
0 على 24 سويتش بورد ترانك في لان اللود في لان. انا عايز اسمح لمين؟ عايز اسمح للعشرة او الثلاثين والتسعة وتسعين. انا ما عنديش 40 اهو 40 ها تمام كده. اين كان اين كان دول اللي عايز اسمح لهم اين كان 30 و 99 خلاص اهو تمام. طيب اروح اليمة التانية واعمل نفس الكلام صح كده ولا ينفع اسمح من ناحية واقفل من ناحية؟ لا اضبط اليمتين اهو. هاجي على اليمة التانية هذا السويتش بتاعي واجي اقول له ايه اكزيت انترفيس فاست 0 على 24 لوت رانك وادي له ايه كوبي اهو. بس يا سيدي تعالى بقى كده كوبي ده وكبيره وحطه فين في النوت باد. يا نهار ابيض. تعالى بقى نخلي ايه الفيلان 10 تكلم ال 20 كده وشوف هيقول لك ايه. ادي ال 10 تكلم الايه اسف 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 ادي ال 10 هتكلم ال 10 فيلد. ليه يا عم فيلد؟ اهو الباكيت يجري يجي على الترانك يقول له مش مسموح لي والله عنديك اهو. ادي ال 10 عايز يكلم العشرة اللي زيه اهو يروح على الترانك يقول له والله ما مش مسموح ده بيدور عليه في الشبكه بتاعته. طب تصور ال 30 بقى لما يجي يكلم ال 30 ده باشا يا عم يعدي اهو ده شغل اهو ده مفتوح يا باشا اهو 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 ده ايه شغال اهو شايفين. اما ال 10 وال 20 انا قفلت عليهم. طب عايز ارجعهم تاني يشتغلوا شغال خش جوه الباكيت بتاعتك جوه الانترفيس بتاعك اهو قول له سويتش بورد ترانك اللود في لان واكتب رقمهم او لو انت كتبت اول هيقوم واخدهم كلهم. طب لو كتبت نو وكتبت الامر الاولاني اللي هو ايه؟ ان هو اللود في لان 30 و99 هنشيلهم ويرجع لك الوضع الاولاني بس بس ماشي. وبعدين نيجي هنا اهو ونكتب ايه نفس الكلام اهو اسمح لكله تاني سويتش بورد ترانك اللود في لان اوكي ركبتها في ناحيه واحده مرتين اهو سويتش بورد ترانك اللود في لان اوكي. حلو الكلام لحد دلوقتي؟ في حد عنده مشكله فيه؟ عرفنا ثالث نوع من انواع الفيلان. احنا اصلا كنا داخلين ده كله ليه؟ احنا كنا داخلين عشان نقول ان في عندكم يا شباب لا ولا ترانك ولا بتاع يعني بتاع مهنك اهو انت مهنكه اهو مشكله والله مشكله. احنا كنا داخلين نتكلم على انواع الفيلان فخدنا الديفولت فيلان خدنا الداتا فيلان اول تابة بقى ولا ايه جهاز الفيروس باب النجار مخلص سبحان الله. هو انت لو بتجيب فلاش تكرمها لك ماشي بروح بقى ادور على حد يديك الحاجه كل ده بس كده. لا لا احنا لازم نجهز اللي عندك بقى تقدروا يعملوا نسخه بسرعه. ادي الديفولت فيلان ادي الداتا فيلان ادي النيتف فيلان صح كده. وفي منها يعني ايه نيتف؟ حد عنده مشكله فيها؟ ها حد يقول لي يعني ايه نيتف كده؟ النيتف فيلان الاساسيه بتعمل كنترول ترافيك على السويتش. لا مش كده النيتف فيلان هي الفيلان اللي بستخدمها علشان الكنترول الترافيك ما بين السويتشات وبعضيها
وهي الفيلان اللي الترافيك بتاعها بيعدي من غير تاج. يبقى لما يجيلك في الامتحان كلمة انتاج دي ده ايه؟ تدور على مين يا معلم؟ على النيتف. حلو بالظبط. طيب رابع نوع عندنا حاجة اسمها المانجمنت فيلان. ايه بقى قصة المانجمنت فيلان دي؟ زي ما انتوا عارفين يا شباب ان السويتش ما بنحطلوش اي بي. طب انا عايز اكونكت على السويتش من بعيد، عايز اخش على السويتش اكونكت عليه من بعيد، اكونكت عليه ازاي بالتلنت؟ لازم أن يكون السويتش له اي بي. فبعمل انترفيس فيرشوال على السويتش وادلها اي بي. تاني عايز اخش على السويتش علشان ابرمجه من بعيد بكوماند التلنت، السويتش ما بياخدش اي بي. طب الحل ايه؟ عايزين نديله اي بي. يا عم الانترفيس بتاع السويتش ما بتاخدش اي بي، بنعمل انترفيس وهميه ونديلها الاي بي اللي هنخش عن طريقه نعمل له برمجه. الانترفيس دي بنسميها ايه؟ مانجمنت فيلان. يبقى المانجمنت فيلان هي عباره عن انترفيس وهميه على السويتش بديلها اي بي علشان اخش من بعيد ابرمج السويتش. انترفيس وهميه بديلها اي بي للسويتش علشان اخش من بعيد ابرمج السويتش. طب تيجي ناخد الكوماند بتاع التلنت دلوقتي كده ونجرب الموضوع ده، ناخد التلنت كده ونروح، مش هنتقل يعني، تمام؟ ونكمل المره الجايه. ماشي ولا ايه؟ معايا ولا ماشي؟ يلا اخر حاجه عندنا، اخر حاجه سيبك بقى من الفيلان والهقص ده. اوكي تعال، ملوش اي لازمه، تعال ناخد بقى التلنت. كان ايه اللي دخلك نتورك؟ ما انت كنت في الالماني كويس. بلاش بقى عشان مش عليا. يلا يلا يلا. لو احنا عندنا شباب سويتش اهو عايزين نكونكت عليه من بعيد، خلاص السويتش ده ملوش اي بي. طب الحل باجي على اي فيلان فيه وادي لها اي بي. يعني اعمل كده انترفيس، بس لازم يكون عندي راوتر برضه. طيب هنوصل راوتر كده بمنتهى البساطة بسرعة كده اهو. يعني فين؟ طبعا طبعا. امال هيخليه يفرد ازاي؟ عشان الاي بي هنا. اي بي ايه؟ هوصل الراوتر ده، هوصل الراوتر ده شباب في اي بورت مع الفيلان واحد، والفيلان واحد ده اللي هيدي لها اي بي. حلو؟ هوصله بورت مثلا 0 على 23 اهو. ماشي؟ وهدي الراوتر ده اي بي 10 1 ماشي 192 168 كام 10 1 اهو. هاجي اهو على البورت بتاع الراوتر سي ال اي نو. فاكرين لما كنا بنحط اي بهات انيبل كونفيجر تيرمينال انترفيس فاست 0 على 0 اي بي ادرس على الراوتر لسه 192 168 10 1 255 255 255 0 ونو ايه؟ شوت داون. هتلاقي الدنيا نورت وبقت زي الفل اهي. طيب الراوتر ده يا ولاء عايز اكونكت عليه من اي جهاز من دول وبرمجه. شروط التلنت عشان اتعمل تلنت على الراوتر او على السويتش. هعمل لكم تلنت الاول على الراوتر وبعدين ننزل نعمل تلنت على السويتش. ماشي يا معلم؟ تمام. شروط التلنت بقى، اول حاجه يا مصطفى لازم الراوتر يكون له اسم او سويتش يكون له اسم. يبقى لازم حضرتك تكون كاتب كوماند ايه؟ هوست نيم. لازم حضرتك تكون عامل انيبل باسورد او انيبل سيكريت، فاكرينهم؟ يبقى لازم لا اما كاتب انيبل باسورد لا كاتب ايه؟ انيبل سيكريت. لازم اكون مأكتف الفي تي واي. صح كده؟ ها 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 في مشكلة؟ في مشكلة؟ ها في مشكلة؟ تروح تضيف في مشكلة؟ خد بالك ده كده على الراوتر، السويتش هنزود عليه خطوتين. للمانجمنت الفيلان الله يكرمك. ناخد الأول الراوتر، يبقى أنا عايز أخش دلوقتي أعمل إيه؟
اغير الهوست نيم وبعدين اعمل انيبل سيكريت وبعدين اكتب الفي تو واي. تعالوا كده يا شباب معايا اهو اهو هاجي على الراوتر اهو اغير اسمه. عاده احنا بنخلي اسم الراوتر يا ابو حميد بنخليه باسم السايت اللي هو فيه الموقع اللي هو فيه بنسمي السويتش باسم الدور اللي هو فيه او برقم الدور. فسميته ايه؟ كايرو. عملت انيبل سيكريت سيس ان ايه عايز تاني خطوه خلصتها. عايز اكتب الفي تو واي لاين في تو واي من زيرو مسافه 4 باسورد تيل 1 2 3. يعني الراجل هو داخل من بره يكتب ايه؟ تيل 1 2 3 دي اسم الباسورد بتاعتي اي حاجه يا عم. وبعدين ايه؟ لوجن. انا كده خلصت التنت على الراوتر ده اهو التلات خطوات بتوعي. من زيرو مسافه 4 هيكتب 5 بورتات. تمام فاكر امبارح لما قلنا من زيرو لاي حاجه؟ تمام اهو صح الكلام. دول التلات خطوات. ادي اول خطوه خلصتها. ادي تاني خطوه خلصتها. ادي تالت خطوه اهي. حد عنده مشكله؟ حد يقول ان عنده مشكله؟ يعني اخش بقى اليوزرين والباسورد بتاعنا. خش يا ابني اهو ما هو قدامك اهو. اول حاجه اخش بقى اليوزرين والباسورد. فين يا ابني اليوزرين والباسورد؟ انا اول حاجه عملت انيبل سيكريت. انيبل سيكريت غيرت اسم الراوتر الاول كايرو غيرت اسمه وبعدين عملت انيبل سيكريت وبعدين اكتبت الفي تو واي وخلاص. هتكتب الفي تو واي بس يا ابو حميد ماشي ماشي ولا ايه؟ لا خلاص خلاص. طيب خش على الراوتر. خش على الراوتر عشان انا بلحقه قبل ما ينام. ما تضحكش ما تضحكش. طيب يلا نخش على الراوتر. يلا 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 ما تردش. ها تل نت والاي بي بتاع. بص انا على اي جهاز؟ على اي جهاز اهو. انا واقف فين اهو؟ تمام. افتح الدوس اهو تل نت واديله الاي بي بتاع الراوتر اهو 10 1. ادينا الباسورد. لا تل 1 2 3. انا لسه ما دخلتش. ده الباسورد بتاع التل اللي هي ان هي اللي هي دي اهي اهي. لا السنه دي لما اخش تل 1 2 3 دي الاول اهو 1 2 3 تل 1 2 3. بس احنا كده مش هنستنى عشان السكيورتي. ما عملت انيبل سيكريت. اه لما اجي اخش بقى اعمل انيبل يا معلم يقول لي اكتب سيس ان ايه اهو. لا بتكلم لما قلت لو انت سبت الجهاز مثلا وقمت واحده ماشي. ما انا عامله انيبل سيكريت يا جميل. ما هو انيبل باسورد اللي كانت وحشه. تمام انيبل سيكريت دي اللي كانت حلوه كده مش شفره. كان قاعد بصهم على الراوتر. انا دلوقتي بقيت على الراوتر اهو. بقى الراوتر دلوقتي بتاعي خلاص. طب عشان اعمل بقى تلنت على السويتش نروح نديله اي بي. ندي لمين اي بي؟ للفيلان. الفيلان الفيرشوال. يبقى انا هاجي هو مش الراوتر ده انا موصله تبع الفيلان واحد. يبقى اجي على الفيلان واحد اقول له انترفيس فيلان واحد اي بي ادرس ودي للفيلان ده اي بي كانها جهاز عادي 192 168 10 10 الراوتر 10 1 يبقى ده 10 مثلا 100. يا عم فين الصبنه ماسك اهو. حلو حلو كانه جهاز جوه الشبكه 10. تمام وبعدين اقول له ايه كده مش هيشتغل. اقول له ولا اي حاجه. اي بي ديفولت راوتر ديفولت جيت واي رقم الراوتر بتاعك 10 1. برضه مش هيشتغل. عشان يشتغل لازم الثلاث خطوات الاولانيين اسمي السويتش احط باسورد اكتب الفي تي واي. لما كده السويتش عندي ستاندر ليه اسم؟ ما هو الراوتر كان له اسم يا اخويا ستاندر برضه. يعني لازم انا برضه لازم نغيره. طبعا لازم اقول له ايه هوست نيم اس دبليو 1 انيبل سيكريت
سيس ان بي مثلا لاين في تو واي من زيرو مسافه كام؟ 4. الباسورد بتاع الفي تو واي بتاع السويتش عايزها اس دبليو 123. مزاج يا عم لوجن. تعال بقى ناخد الكوماندات دي عشان الناس ايه زمان دلوقتي بيقول لك خلاص يعني اهو ناخد الكوماندات دي ونحطها في النوت باد اهو اهو على السويتش بقى. خلاص يا شباب اهو ادا انترفيس فيلان واحد عملت له ايه؟ اديته رقم الراوتر. لازم تديه رقم الراوتر ده الزياده على مين؟ على الراوتر. وبعدين تحط له هوست نيم واسم السويتش وبعدين انيبل سيكريت اهو اس ان بي وبعدين لاين في تو واي من 0 مسافه 4 اس دبليو 1 1 2 3 قول له باشمهندس الاي بي ادرس من الطابعه 10 طبعا 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 من الشبكه اللي فيها الراوتر طبعا. طب انا لو كنت وصلت الراوتر بالفلان 20 كنت اديت السويتش اي بي من الفلان 20 واستخدمت الفلان 20 ان هي المانجمنت فيلان. انا هنا استخدمت الفلان 1 ان هي ايه المانجمنت فيلان. تعال نجرب كده. الراجل قاعد على 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 الجهاز اهو وعمل تيل نت اكزيت بقى ده اكزيت بره تيل نت 192 168 10 100 ونكتب بقى خليك جدع. ليه مش كونكت؟ استنى كده هو الجهاز طبعا 10 واخد اي بي لانه بنك معايا واخد اي بي 10 2 بس احنا نسينا نحط له الاي بي بتاع الراوتر 68 10 ايه 1 ماشي حلو كده عشرة كام؟ مية برضو واحد انا اقبل انت واحد اللي هو ده مش ديفولت جيت واي؟ عشرة واحد صح؟ والراوتر عشرة الراوتر عشرة واحد ما هو عشرة مية ما انا بخش على السويتش والله انا بخش عشرة مية اهو عشرة مية والله ده السويتش بس ليه مش ده الجهاز ده 10 100 وده الراوتر 10 100 10 1 لا هو لعب هنا هتلاقي هنا انترفيس فيلان 1 اي بي ادرس 10 100 واكزيت طب يعني استنى كده انترفيس فيلان 1 بس وايه نشط داون بس تعالى كده هو الكوماند ده اللي هتلاقيه كان ناقص اهو تيل نت 192 168 10 100 دخلوا يا جدعان معلش بقى انت عملته حاضر 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 اس دبليو 1 2 3 انيبل اس دبليو او سيس ان بي شو في لان بريف كان قاعد السويتش بالظبط. ايه اللي انا عملته هو انا بس كل انترفيس لازم انا اعمل لها نو شوت داون بعد ما اخلص فانا كنت عامل فيرتشوال انترفيس اللي في لان 1 ونسيت اعمل لها نو شوت داون بس اهو بعد ما تخلص الفي تو واي لا ما عملناش شوت داون هي خلاص نو شوت داون بس وخلاص مره واحده اهي انترفيس في لان 1 كان المفروض وقبل ما اطلع منها اقول له ايه نو شوت داون بالظبط كده اهو يعني كده ده فين في لان 1 اهي مش هي دي حطيت لها اي بي كان المفروض اقول له ايه نو شوت داون اي حاجه بحط لها اي بي بعمل لها نو شوت داون بعديها حلو كده نفصل لحد كده بس انا عايز منكم شويه حاجات تذاكرون في البيت عايز كده كلنا لما نيجي نخش على السويتش او الراوتر بنخش بباسورد واحده انا عايز كل واحد يبقى له يوزر نيم وباسورد تعرف ازاي بخش كل واحد يوزر نيم وباسورد يعني مش عندنا في الكورس بس عايزك تدور عليه يعني انا لو انا بعمل تلنت على الراوتر كده الراوتر كله بقى له باسورد تل 1 2 3 طب انا عندي ثلاث موظفين شغالين في الاي دي ثلاث مهندسين شغالين في الاي دي كده رضا هيخش بتل 1 2 3 بس تل 1 2 3 محمد تل 1 2 3 لا انا عايز كل واحد فيهم يوزر نيم وباسورد ازاي اعمل تمام ادي اول واحد له الحاجات اللي ممكن يغير فيها عايز ادور ادور عليها ازاي كل واحد يخش يوزر نيم وباسورد تاني ممكن اغير الرقم ادي له رينج تاني وادي له باسورد تاني فكر فيها بقى مصطفى لا مشكله طبعا تمام
تاني حاجة عايزك تشوف ازاي اعمل SSH. احنا قلنا في كوماند اسمه تلنت وفي كوماند اسمه SSH. الفرق ما بينهم ايه؟ التلنت الداتا اللي ماشية ما بينك وما بين السويتش بتبقى داتا لان تكست، اما الـ SSH تبقى انكريبت مش شفارة. عايزك تعرف ازاي تعمل SSH، والمرة الجاية ان شاء الله فكروني اقولهم. تمام؟ هفصل بقى لحد كده ولا نكمل؟ ماشي ساعة كمان كده. وفين ال